السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي القناة. النهاردة يا جماعة احنا هنوصف لكم ونشرح لكم بعض المكن. دلوقتي الحاج ميمي معانا. دي مكنة نوعها ايه يا عم ميمي؟ دي مكنة نوعها موجود عليها هي دي تايلاندي. تايلاند اسمها داوة. وضح للناس الاسم بتاع المكنة. هنا جماعة مطبوع على كعب المكنة بالشكل ده. تمام سليم. دي مكنة تايلاند سليم داوة. الف اسمها داوة الف. مقاسها الف. داوة الف. دايوة الف. دايوة سليم الف تايلاندي. طيب مميزاتها ايه المكنة دي عامل؟ المكنة دي مميزاتها ان هي كل جسمها من بره معدن. معدن. وداخليا كل تروسها معدن. من جوه؟ مفيش فيها اي حاجة بلاستيك. ليه؟ تمام. لان المكنة دي مش نازلة علشان الشغل العادي، دي مكنة نازلة علشان شغل التشميط والجر. تمام سليم. فيها دراع معدن كلها معدن سليم بسكاكة قفل وفتح. تمام سليم. تمام. حلة معدن، تروس داخلية معدن، جسم المكنة من بره معدن. تمام. سليم. المكنة دي مقاس الف زي ما احنا قلنا، اللي هو حجم المكنة. حجم المكنة هي يعني ايه الف؟ يعني ايه الف يا عمي؟ اللي هي تضاهي 6000 في المكن العادي. اللي هي تضاهي 6000. تضاهي 6000 في يعني المكن العادي. يعني معنى تشيل الف. الف يعني ايه تشيل كمية الخيط مقاس اللي بتشيلها المكنة 6000 بس دي حلة غويطة. تمام. يعني سليم. هو يشيل خيط 1000 متر مثلا؟ لا تشيل 100 متر 120 متر. 100 متر 120 متر. 100 120 متر في الحلة بتاعتها. مقاس 45. ماشي. مقاس خيط 45. 45. تشيل 100 120 متر مقاس خيط 45. دي بالنسبة للمكنة الدايوة. دي بالنسبة للمكنة التايلاند اللي هي الدايوة. دايوة تايلاند. دي عندنا دي حاجة. دي نوع. الحاجة التانية عندنا مكن ياباني. طبعا يا جماعة احنا الاول بس احنا مش هنذكر اسعار، لان الاسعار بتبقى متفاوتة من مكان لاخر، لكن وحسب نوعية المكنة وحسب نظافة المكنة. تمام. يعني في المكن اللي احنا بنشرحه ده مستعمل استعمال خارج، في منه جديد زيرو بحالة الزيرو، وفي منه مستعمل متهان، لكن ده استعمال خارج استعمال خفيف بحالة الزيرو. بحالة الزيرو. فالاسعار بتتفاوت يا جماعة، الاسعار بتتفاوت من مكان لاخر. دي نوع تاني من المكنة. دي حاجة ياباني سليم. ميد جابان. ميد ان جابان. ماشي. مقاس 2000. بصوا يا جماعة الماركة بتاعت المكنة، اي مكنة ماركتها بتبقى في الكعب من هنا، بيبقى مكتوب عليها بلد الصنع. بلد الصنع بتاعها. منشأ الصنع بيبقى مكتوب في الكعب من هنا، لكن اسم المكنة نفسها بيبقى مكتوب بيبقى مكتوب على جنبها او على الحلة من فوق. من فوق سليم. تمام. دي المكنة اسمها شيكسبير. شيمانو. شيمانو. شيمانو ياباني. شيمانو ياباني. مقاس 2000. 2000 اكبر من اللي احنا وريناها لكم. التايلاند مقاسها 1000، دي مقاس 2000. حلة اكبر اغوط، بتاخد خيط اكتر من التانية. الله يفتح عليك سليم. 2000 دي 2000 يا جماعة. التانية مثلا التايلاند اللي وريناها لكم 1000، ودي مقاس 1000 اهي. دي الحلة بتاعتها اكبر من دي، بتشيل خيط اكبر من دي. ودي برضو مميزاتها ايه الشمانو دي يا عم ميم؟ الشمانو دي كلها معدن برضو زي برضو دراع مع دراع سلستين سليم. تمام. برضو بيها سكاكة للايه؟ لقفل الدراع. تمام. بنفتح كده الدراع بيتقفل معانا على اساس ان هو ما يبقاش ثابت ويتكسر منك. تمام. وانت عينه في اي مكان. تمام. بتفتح الدراع وله زناق رباط. تمام. وبالنسبة للتروس اللي جوه سليم، التروس من جوه كلها معدن طبعا، مكنة ياباني وبنقول شيمانو، يعني معنى كده ان هي حاجة من انضف انواع المكن اللي بينزل الشمال. بس احنا اللي جاي لنا مكن بحالة الزيرو مستقل. يعني مكن نظيف قوي. تمام. لو انت جيت ولقيت نفس المكنة بحالة متهنة شوية، السعر طبعا بينخفض في حالة المكنة من نظافتها. عشان كده احنا بنذكرش اسعار لهلكة. تمام. في عندنا سليم. انواع تانية ايه يا عم ميمي؟ عندنا برضو ياباني ثاني. ايه؟ نعم. تاس سباكة.
بعد العربية ده. بس هتلاقي بصوا يا جماعة إن شاء الله احنا في النهاردة الجمعة هنكمل شرح في واحد عنده فرن ثروت اسمه عبده حسن. تمام. انا على فكرة ماشي كمل. انا ما اعرفش اعمل ستوب لام الفيديو. عندنا حاجة تانية ياباني برضو. سليم حاجة تانية ياباني. ياباني برضو. اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ سليم ريوبة. ريوبة؟ اه عندنا حاجة تانية اسمها ريوبة برضو ياباني. هو الاسم ميدن جابان. ده المنتج. بلد المنشأ. دي نوع تاني خالص. اسم المكنة بيبقى موجود هنا يا جماعة. ريوبة. هنا R Y O B. هنا R U R U O B I. ماشي يا جماعة أنا ريوبة. مش بعرف أقرأ إنجليزي كويس فسامحوني. تمام. دي مواصفاتها ايه برضو؟ دي مواصفاتها ان جسمها من بره ما هوش معدن. بس هو ادالها متانة ايه؟ ان هو قصر الدراع عشان ما يبقاش ضعيف سليم. ومكنة ياباني حل اكبر من الاتنين اللي قبلها. مقاسها كام؟ سليم. التانيين كان 1000 و2000. التانية كانت 1000 و2000. دي برضو هتاخد في مقاس 2000. دي 2000 برضو. مقاس 2000 دي 2000 برضو. تمام. بس حلتها اغوط منهم شويه. تمام يا عم سليم. بتاخد خيط كميه خيط يعني ممكن تاخد 150 متر. يعني هي انا لحظه واحده بقى انا عايز اسالك سؤال. لحظه واحده انا عايز اسالك سؤال. يعني دي مثلا انت بتقول بتضاهي 2000 ودي 2000 بس ممكن يبقى في مكنه 2000 حلتها صغيره ومكنه 2000 حلتها كبيره بتشيل اكتر الخيط اكتر صح؟ بتشيل خيط اكتر. يعني مش شرط انها 2000 تبقى الحله مقاس واحد. يعني بتبقى متقاربه بس بتزيد شويه ان هي ايه غويطه. دي غويطه ودي تمام بس في انواع شركات مختلفه. شركات لكن مختلفة. لكن لكن دي اللي هي الشومانو ال2000 واحد الحله بتاعتها واحد. لكن لو جينا مثلا جبنا دايو 2000 الحله ممكن تكون اصغر او اقل او اكبر شويه. يعني تتناسب نسبه الخيط مثلا من 20 ل 30 متر فرق تمام بين الحله والحله. لكن دي الفرق. دي الفرق بتاعها ان الجسم بتاعها ما هوش معدن. تمام. بس خامة نظيفة. تمام. هو مش بلاستيك برضو عم ميت تقريبا. لا ياباني. لا ياباني هو مش بلاستيك كتير. بس هو مقرب اجمد من البلاستيك ومن البخ. لا كمان لا اجمد من الشغل اللي هو الصيني واغلى من انا مش عارف اللي هو يا جماعة التايواني. انا ماسكها في ايدي الملبس بتاعها مش جايب لا بلاستيك ولا جايب لا باغ. هو مقرب للكاوتش اللي هو أنضف. الناشف حاجة ياباني انضف. تمام. انا بشرح بس للناس عشان تاخد بالها ان هو مش هو انا مش عارف مش عارف بصراحه. انت لو بصيت لحاله المكنه هتحس ان المكنه لم تستعمل. تمام. بس هي احنا بنقول استعمال لان هي استعمال. عندنا ايه تاني يا عميمي؟ مقاسات تانيه. عندنا مقاس تاني ياباني برضو اللي هو مضاهي اللي هو البانكس اللي هو شبه البانكس بس طبعا مش بانكس لان دي مكنه ياباني مش بانكس اللي هي الكوري. تمام. البانكس شركه كوري. دي يابان ميدن جابان. تحس ان المكنه لم تستعمل. ماشي. بس لحظه واحده بقى احترام لحضراتكم. دي مقاس 2000 اسمها دايوا برضو. سليم. دايوا 2000. دايوا 2000. دي دايوا المكنه. دي دايوا برضو 2000 ياباني. جسمها من معدن برضو يا جماعه. كلها معدن. كلها معدن جوه وبره. حتى الدراع معدن. ومقاسها 2000. مقاس 2000. يعني احنا في مكنه اهو مقاس 2000 دايوا. وهنا المكنة اللي نوعها غريب برضو ياباني. ودي الشومان 2000 شومانو 2000. ودي دايوة برضو نفس دي بس 1000. دي الالف. دي الدايوة الالف. دي دايوة الالف. دي تايلاندي. الالف تايلاندي. ودي دايوة 2000 ياباني. ياباني. تمام. عندنا ايه تاني؟ عندنا حاجة بقى مقاس صغير اللي هو بتاع شغل الغلة سليم على اساس ان هي ايه يبقى مثلا مكنه خفيفه لشغل الغله للتحط على العود يتمسك برضو جبان يابان سليم يابان. اسمها ايه المكنه؟ المكنه اسمها ريو برضو زي التانية. نفس النوع. نفس الاسم نوع المكنه التانية. اللي هو الار واي او بي اي. دي ار واي او اي اي. تمام سليم. دي مقاسها كام يا عم؟ دي مقاس 200. ال200 ال200 العادي اللي هو اللي احنا متعودين عليه. بس دي حاجه
ياباني انضف من اللي ايه الكلام المكتوب من اللي موجود. سليم هم مش كاتبين عليها الرقم، لكن هي بتضاهي مقاس الميتين اللي هو شغل الغلة. مكنة ممتازة وحالة نظيفة جدا. تمام سليم، ده بالنسبة للمكن النظيف. عندنا حاجة تانية اسمها شيمانو برضو. دي شيمانو برضو، بس شيمانو كوري. كوري شيمانو كوري برضو باسم بره معدن، معدن جوه وبره. والحلة مش معدن، حلة لا معدن سلستين اهو. سليم حاجة بحالة الزيرو كده عندنا. يا جماعة بحالة الزيرو برضو دي 2000 اه دي 2000 يا عم ميمي. أيوة المكنة 2000 بحالة الزيرو بس كوري. شيمانو عشان كده شكلها شيمانو يختلف عن الشيمانو الياباني. كوري دي الشيمانو الكوري، ودي الشيمانو اليابانش. الفرق بين الاثنين اهم، دي الياباني السمرة والحمرة كوري. تمام باشا، تعالى باشا، تعالى ساعة الباشا. والله العظيم عايز اتصل بك رحمة امي، ملبوخ بس اليومين دول شوية زي ما احنا شايفين كده يا جماعة. تعالى دي الفرق بين المكنة الشيمانو الكوري معدن برضو. طب بس شوية دول. ودي خش المكنة الشيمانو الياباني ومعدن برضو. ده بالنسبة للمكن النظيف. الفرق بين المكنة النظيفة والمكنة الشعبي ايه يا عم؟ عندنا بقى حاجة بتضاهي الميتين الياباني الصغيرة بتاعت الغلة اللي احنا وريناها لكم لسه حالا، بس مش ياباني ديا، ماليزي. مكنة ماليزي بتضاهي الميتين برضو، مكتوب عليها 2000 هي، بس هي بنقول عليها 200 اللي هي الشغل المكنة الصغير بتاع الغلة، الغلة والعجين والحاجات الشغل دي الخفيف. ماليزي. طيب انا في هنا سؤال سليم، في هنا واللي ما يعني اللي شايف الحاجة واحنا بنعرضها له والله يشرفنا، واحنا ملناش بركة اللي هو لان دي حاجات بحالة الزيرو مش استعمال مهان. تمام اه. طيب في هنا سؤال، في هنا سؤال يا عم ميمي، في هنا سؤال الناس بتسأله. قول الفرق بين المكنة النظيفة اللي هي شركة حلوة زي الشيمانو والبانكس والكلام من ده كله. انت عندك هنا مكنة بانكس يا عم ميمي صح؟ عندي مكنة بانكس. نشوف واحدة لو سمحت، مكنة بانكس. عندي مكنة بانكس. لا هي المكنة يا جماعة 250 اللي هي بتضاهي 2000 و2500. بس هي كل شركة بتكتب مقاس معين. ياباني ده شكل لا المكنة. دي مش ياباني، دي كوري. المكنة دي بانكس كوري. كوري دي شكل سليم. المكنة البانكس يا جماعة والشعار بتاعها اسمها اهو دي. انا تمام. نفسي حاططها طيب على عود. السؤال بقى هنا اللي الناس دي، انا نفسي حاططها على عود فايكنج سليم 4.5 متر. انا بشتغل بها تشميط في المينا وفي المالح. طيب هنا السؤال اللي بيلح على الناس، انا لما اجي دلوقتي اشتري مكنه، في عندي مكن شعبي، الفرق اميز المكنه النظيفه من المكنه الشعبي بايه؟ يعني انت لو وريني مكنه شعبي من عندك كده فرقها بين دي ودي بايه؟ لا فرق شاسع، فرق شاسع. طب طلع لي مكنه لو سمحت. المكن كله خامات نظيفه. طلع لي مكنه شعبي وريني مكنه شعبي. عندنا هنا مكنه شعبي مثلا الميتين اللي هي بتاعت الغله اللي بتضاهي الصغير التاني. دي بص يا جماعه فرق شاسع ما بين المكنه والمكنه. اه فرق شاسع فعلا يا حاج ميمي. يعني انا بين دي ودي اه، يعني هنا الجسم ده كله هنا معدن، وهنا انا ماسك حاجه بلاستيك. بلاستيك وطري. بلاستيك يعني انا لو بلاستيك في المستورد ده آه. الياباني والكوري بس ده بيمشي برضو للناس المبتدئه. الناس المبتدئه ما بنمنعش برضو الناس، ومش هنشرحه دلوقتي، خلينا في اللي احنا شرحناه دلوقتي. الشعبي هنبقى نشرحه لكم في برنامج ثاني او في فيديو ثاني ان شاء الله. سليم ان شاء الله. ده يا جماعه خلاص كده بالنسبه للمكن، ولو حد عنده اي استفسار في الحاجه دي، احنا طبعا ما قلناش اسعار لان النسب بتختلف، المكن بتختلف في الاسعار ومن مكان لمكان، وبعدين على كل مكنه على حسب استعمالها على حسب جودتها. واللي عنده استفسار يا ريت يكتب لنا في التعليق. لا ما احنا مطلعين. وشكرا لحسن المتابعه. سلام عليكم.